وعندك ايه نفسها حق المايكات حق معي يوم مرحان صدق يوم عرب صح يا رب. والله موريتانيا بلد المليون حافظ قرآن. ايش اسمه؟ موريتانيا. موريتانيا ايه؟ والله اني مره اعرفها. بلد المليون حافظ قرآن. اسالك بالله والله بلد ما وتعلمت لهجتهم مناحي. وهي هي بلد المليون حافظ معروفة. والله اني ما اعرفها. وتعلمت من لهجة طيب. شنقيط ترى شنقيط. ايش شنقيط؟ بلاد الشنقيط. وهي الموريتانيا. تعلمت لهجتهم طيب. لهجتهم عربي. لا زي كذا لكة. حساني. اسمه حساني. لهجة حساني. وش بيكلم لبناني يا اخي؟ كريم من لبنان. لا 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 مو شباب. هذا اسمه حساني. هو يقال انا عندي اللي يعملون معي مدير ولا يقال هو مزيج بين الفرنسي والعربي. بين الفرنسي يعني مثلا اقول لك انا صفيت به الشغله. انا صفيت بالشغله. يعني انا طفشت من الشغله هذه. صفيت. حسب والله انك حسب تقول انا توكلت بالشغله هذه. انا صفيت يعني مليت. إيه؟ عندهم لهجه حلوه. عندهم يعني كيف الحال شلونك ما يقول كذا تشوماسي. لا مو بعربيه ولد. والله تشوماسي. توماسي. توماسي. أنا تضفت مع بنغالية تعلمت كلمة واحدة. أمي دكانو جامو. لا أمي ما أنا. والله أني صادق. أمي دكانو جامو. إيش معنى؟ يعني أنا بروح بقالة وارجع. أكثر كلمة لأني أنا كنت حارس عليهم. أمي دكانو جامو. يعني أنا بروح بقالة وارجع أقول لهم يلا روحوا. إيه تعلمتها بس. حارس أنا مش تسوي. ها؟ شو تسوي؟ كنت مسؤول عن أنا مسؤول عن المبنى. لا يروحون لا يجون فهمت؟ في نفس الوقت أعمل است. يا ولد وين اللعبة؟ مبارك معك عسل يا عسل الله يلبي لك معك عسل منو عسل عسل ليه يبغى ليمون وعسل بكره عندنا زواج وعندنا والله ما والله انا الحين جينا بحر ليمون شلت هم الزواج هذا اقسم بالله شلت هم ليش شلت هم واكثر واحد مجهز لنا ومازن انتم ما احبكم شلت هم شلت هم ما شاء الله في الكنبي ولد الكنبي اختفى اقول لك ما عليك شفت ما بيشيل همه حنا ما عليك اهلا اهلا اللي بيشيل همه خالي شلونك شلونك شبه نومه بناخي عندكم يا الاعتماد الله يسفاك بناخي عندكم الاعتماد كلكم بناخي بناخي ايش معناها ابن الاخي وش معناها ابن اخوي طيب يعني قول لي يا عم انت ليش تقول خال ابن اختي مثلا ابن اختي ايوه هم يقول ابن اخي يعني انه يقول لي خال لا ابن اختي لا هذاك بزي صح انا شفت كثير اعتبار يقولون بناخي بناخي يقول له هلا يا خال كيف من اخوك يقول خال معليش والله بس اني صدق حلو انا اقول لك والله حلو انا الكلام اللي خاطري انس انس كل ما مجمع طاري ابو عبد الله الله يذكره بالخير عبد الرحمن الكليب يقول انا عمي عم عيالي عمي عم عيالي اول ما يجي طيب عمي عم عيالي لا اقول لك الزواج بيشيل هم اللي بيطبخون لان احنا بيطبخون اللي بيطبخون بيشيلون هم الزواج ليه ما تقدر يجهزون بيطبخونهم لا اللي بيطبخون اللي هم مهذل و بيدخلون قصة الغداء غداء زين اللي بيطبخون غداء إيه. هم يشيلون هم الزواج ما في وقت تجهزوا احنا بنقوم ظهر عندنا تلبس وبنتعلم وبن 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 يعني ما يجي الساعه 4 لقينا جاهزين وتكلمت اعداد يجهز لنا اشياء يعني احنا لكم بكره بس والله انا اشوف انها بدري حتى يا اخي حتى ابو خالد هو اللي يقول لي ابو خالد من؟ يقول حسن انا بدري ها؟ ابو خالد ابو خالد مشعل الغنزي عندكم يا خذ راحتك يا رجال تجول من بعد احنا عصريين اليوم ما يصيرش عندنا عصريين عصريين جديد بالزبط بدون تحيز عندنا بكره اوه كفينا الشر تحيز اليوم رايف انا يعني اني بهار علي الشمراني ايش هي؟ فقرة انتقاد ينتقدنا كلنا ولا كيف؟ ولا مسك الحاكم مسك واحد واحد بيننا بين ولا على جنب لو تجي تجلس هنا هو قدامه هنا ينتقدك هنا مو بكنا لا هو ما تشوفه هو في المسرح يكون ابو كاتب ذا هو في المسرح لا مو في المسرح هو ايوه ثمانية يمسك هنا ايوه قدام الشباب الشباب جالسين هنا وانت هنا والكاميرا عليك وانت تشوف على الشاشة وانت فيك وفيك فيك فيك اكلمه مع الشاشة كلمة على الشاشة ويسبني ولا ايش؟ ما بيشتبه بس انتقدك
انت سويت الفعل الفلاني ليش؟ تقول بدون انتقاد؟ انا اخاف نفسي تضرب. انت لا سكر. ان الله مع الصابرين. ان شاء الله ما نفس بس. اللي يعطيهم المواضيع هذه الاعداد. يكلمون ورا الشاشه. الاعداد يعلمون يقول فلان ترى سوى كذا فلان سوى كذا. يعني يقول اشياء صحيحيه ولا بس كذا برنا الرزق ولا اشياء صحيحيه. صحيح والله والله ما اتوقع اني زليت في الايام ذي ولا ما حد كامل. لا مثلا انت ليش تسوي كذا؟ مو بشرط انك تزل يعني تصرف عادي بس يشوفونه مش كويس يعني. انا متوقع بيقولون ليش تصيح؟ والله متوقع. لا كان تبيع فيني انا الصوت العالي اللي عندنا هذا ترى جبس خشب. مو خشب ده يسمونه جبس بوط عندنا بالاستراحه. ها؟ عندنا بالاستراحه مدري يسمونه جبس بوط مو خشب. لا اتوقع يفتحونه جوا من هنا. ترى ذي باب من هنا بس فين؟ ترى ها؟ ترى اول يوم جينا لما نتمشى في القريه دخلت هناك الملاعب برهن شوي مقفله. لا لا اي والله. لا والله ما مقفله. انا شفتها اليوم مقفله قفلوها قالوا ما حتى الثيل ما ادري في بث ولا ما في بث الثيل. وي وي حسن مخلاف ها؟ ها؟ مسابقة قمنا شو زيوينه؟ أرواح أستاذ أستاذ محمد بندر وش المسابقة الحلوة اللي مجهزها لنا؟ هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تينا القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد.